سنين، مشكلتها عندها شعرها ما بينميش بسرعة، ضوافرها من النوع اللي هي صغيرة جدا بتتقطم. اوكي، فممكن تنصحني بوزنها زايد عن سنها؟ وزنها قد ايه؟ لا مش عارفه وزنها قد ايه، بس يعني وزنها زايد عن سنها، مش عارفه الوزن كام عشان ما انزلش. ضوافرها بيضا؟ لا بس مش تفيدني في ايه كتغذية ليها بحيث ان انا احافظ على وزنها ما يزيدش، وضعف شعرها والانيميا اللي عندها دي ان ضوافرها بتتكسر. والله بصي، النصيحة الأساسية بالنسبة لو بالنسبة مثلا لتجسيد الضوافر، انصحك مثلا تجيبي لها مكملات غذائية تحتوي على الزنك. تجيبي اي مكمل غذائي يكون موجود في الصيدلية بيحتوي على الزنك ده، هيبقى كويس جدا علشان الضوافر. ده كده رقم واحد. الحاجه الثانيه، اما بالنسبه لمشكله الانيميا، نقدر نقول ان احنا لابد ان احنا نعالج السبب، نعرف سبب الانيميا اللي موجوده عندنا ايه. اغلب سبب بنقابله في العيادات ان الطفل يكون عنده ديدان. الديدان سبب في الانيميا عند الاطفال، فهل هي عندها ديدان؟ لو عندها ديدان لازم نعالج الديدان في البدايه، علشان لما نيجي نمشي على بروتوكول لعلاج الانيميا يجيب نتيجه معانا. وممكن ما يكونش عندها ديدان، ممكن نقص التغذيه يكون سبب في الانيميا اللي موجوده عندها. خلاص، عملنا تحليل ابراز لعينه صباحيه ليها وما طلعش عندها ديدان، خلاص وتاكدنا ان نقص التغذيه هو سبب في الانيميا اللي موجوده عندها. يبقى اول حاجه في العلاج لابد ان احنا ناخد اغذيه بتحتوي على عنصر الحديد بالنسبه للطفل. ايه الحاجات اللي بتحتوي على عنصر الحديد؟ السبانخ، البتنجان، العسل الاسود، اللحمه الحمراء، الخرشوف، الهندباء. ايه تاني؟ يعني ديت المصادر الجيده. بس طبعا التمر والتين المجفف ممكن، لكن ما تزودش قوي لان زياده قوي فيهم ممكن تعمل لنا مشكله صحيه او تزود لنا الوزن، يعني عشان السعرات الحراريه اللي موجوده في التين، وهي طبعا لما تاكل التين المجفف او التمر هتحبه. فطبعا ان التمر والتين حاجه محببه للطفل، فتلقائيا هتاخد منها كميات كبيره، فهيبقى دافع ان هي تزيد في الوزن. فانت لو عايزه تخس وفي نفس الوقت تعالجي الانيميا، يبقى اول حاجه الحاجات اللي ما فيهاش سعرات حراريه، السبانخ، الهندباء، حاولي قدر الامكان توجديهم بشكل اساسي طول الاسبوع. السبانخ والهندباء في مثلا تحطيهم ضمن النظام الغذائي بتاعها. خدنا الاغذيه. ايه هو الهندباء؟ اعرفك حاجات جديده. والهندباء ده عباره عن خضروات ورقيه. الخضروات الورقيه خضراء. تمام، تقدري تبحثي عنه. احنا مش هديننا طول حياتنا عارفين حاجات هنعيش ونموت بيها، نتعرف على حاجات جديده، نغير الروتين بتاعنا، نعمل حاجات جديده. صح ولا ايه؟ تمام، انا معاك. صح، يبقى احنا كده قلنا كده الاغذيه اللي بتحتوي على عنصر الحديد. ماشي يا دكتور احمد، عرفنا الاغذيه. طب ايه اللي بعد كده؟ بناخد بتجيب لها شراب، مثلا في شراب اسمه التراست، ده للانيميا للاطفال ممكن تاخده. ده بيحتوي التراست وذ ايرن، بيحتوي على الحديد وبيحتوي على مجموعه برضو من الفيتامينات المتعدده، فيتامين B1 و2 و3 و5 و6 و12 والبنتوسينيك اسيد والفوليك اسيد، يعني تركيبه متنوعه كده تعالج لها الانيميا. ده كده مثلا وليكن مع الـ بس كده هتاخد التراست مع، يعني هتاخد الشراب الحديد اللي انا قلت عليه اللي هو التراست، اسمه تراست، حفظ التراست. تراست شراب هتجيبيه من اي صيدليه وهتاخديه، يعني هتاخد مثلا، بس ارجعي بقى للطبيب عشان تعرفي نسبه الهيموجلوبين اللي عندها قد ايه، عشان يقول لك تاخدي كام مثلا واحده في اليوم او كام معلقه في اليوم او كده. تمام، ده كده بالنسبه لعلاج الانيميا. اما بالنسبه للتخسيس، الطفل مش هنقدر نجبره ان هو يعمل نظام غذائي، لكن هناك حيل بنعملها كده علشان نخليه يخس من غير ما يحس. تمام، ازاي بقى؟ اول حاجه ان احنا نحاول قدر الامكان نكون قدوه لاولادنا او قدوه لبنتنا. الحاجه اللي انت عايزاها تعملها لازم انت تكون
قبلها بتعمليها وتتكلمي عن فوائدها قدامها، وان ازاي ان شرب مثلا الميه قبل الوجبه قبل الوجبه بنص ساعه بيسهل لنا من عمليه الهضم، والجهاز بتاعنا بيشتغل كويس فما يحصلناش امراض، فحافظ على وزني طول حياتي فما يجيليش مرض كده. يعني ايه تتكلمي معاها بشكل طفولي كده، بشكل شيق كده، باسلوبك لطيف، باسلوبك اللطيف معاها بشكل بدون ما يعني اشتغل على عقل اللاواعي بتاعها، ان انت ما تعرف مش تقولي لها اشربي اعملي، مفيش الكلام كده. اشتغل البن بيتفهم ايه البن بيتفهم، وما خلصهاش هذا لو خلصت مثلا وليكن صباح ناخدها لاولادنا نشرب كوبايتين ميه، وقولي لها مثلا وتتكلمي عن فوائد الميه اشربي انت كمان عشان، وهكذا. يعني ايه باسلوب محبب كده، يعني تشربيه مثلا كوبايه ميه قبل كل وجبه بنص ساعه او بتاع، دي تساعدها ان هي ما تاكلش كميات. طب هو اللبن بيتخن يا دكتور؟ بص الحليب الموضوع انا عايز افهمك حاجه، موضوع ان الموضوع يتعلق بالسعرات الحراريه. يعني ايه السعرات الحراريه؟ يعني انا في حاجه اسمها في التغذيه بنسميها الانرجي بالانس او توازن الطاقه. يقول لك الطاقه الماخوذه من تناول الطعام بتساوي الطاقه المستهلكه في النشاط والحركه، فاذا كانت الطاقه الماخوذه من تناول الطعام اكبر من الطاقه المستهلكه في النشاط والحركه اللي هي السعرات الحراريه، فتلقائيا هيبقى فيه سمنه. فالموضوع هل الحليب اللي انت هتاخده ده كم كوبايه حليب هتاخدها في اليوم، وانت رياضتك عامله ايه، هتبذل طاقه قدامها قد ايه، مرض ولا لا مسبب لك السمنه، لان السمنه قلنا ممكن يكون لها مشاكل. السمنه ممكن تبقى سبب في نقص فيتامين د، السمنه ممكن تبقى سبب في نقص فيتامين بي 12، السمنه ممكن تبقى سبب في مشاكل في الغده الدرقيه، السمنه ممكن تبقى سبب في مشاكل في الغده الدرقيه الكظريه، السمنه ممكن تبقى سبب لنمط الحياه الغلط والنظام الغذائي الغلط. فالشاهد من الموضوع ان لابد ان احنا نعرف ما هو سبب السمنه في البدايه حتى نستطيع ان نشخص تشخيص، نعرف طبيعه جسم الشخص علشان نقدر نقيمه تقييم صح. يعني فهمت حضرتك وتشرفت بيك.